ازيكم يا شباب، اخباركم ايه؟ اتكلمنا المره اللي فاتت عن طرق السحب المختلفه وشفنا بيان عملي واتفرجنا على كل حاجه. دلوقتي احنا عندنا مودرن جلايدر مختلفه شويه عن الجلايدرات القديمه اللي عندنا. الجلايدرات القديمه يعني الطيارات الشراعيه القديمه اللي كانت عندنا كان فيها عدادات عاديه جدا زي الطيارات العاديه، اللي هي عداد فاريومتر او اب وداون، وعداد ارتفاع، وعداد سرعه، وبالكثير قوي بوصله، وراديو احيانا او راديو بورتابل، وخلصت على كده. دلوقتي الدنيا بقت مختلفه شويه، بقى في اجهزه الكترونكس وبتاع بتعمل الكلام ده. طبعا لسه الاجهزه اللي هي القديمه موجوده از باك اب، يعني العداد بتاع البطاريه، الفولت والامبير وحراره حط البطاريه وبتاع. عداد سرعه الهواء عادي زي اي طياره عاديه، دي كل حاجه. بس هو عشان الطياره دي ما فيهاش فلاتس، ما فيهوش الهواء، تقدروا ترجعوا للحلقه بتاعت عداد الاير سبيد. العلامة الصفراء دي هي أحسن حاجة أو أحسن حتة سرعة الطيارة تقدر تمشي عليها بأقل سينك ريت أو أقل نزول. القصة دي في الشراعي حاجة اسمها بولر. بولر دوت جراف كده بيبقى موجود مع كل طيارة، المصمم يعني بيبقى عامله عشان نشوف فيه البولر بتاع الطيارة أو أحسن سرعة يعني ما تتفقدش فيها ارتفاع هي إيه. بيبقى عادة موجود في الصفحة دي في اللايت، كل طياره بيبقى المانيوال بتاعها في البول. هنا المفروض ان السرعه ايه؟ المفروض انها بتزيد، كل ما تزيد كل المفروض انه السينك ريت يعني او النزول بتاعها بيقل. طبعا الكلام ده انستيل اير في الهواء الثابت، لما ما يكونش فيه هواء بيتحرك او هواء طالع او نازل. الواقع ان هو الـ يعني الجراف ما هوش لينير، الجراف هو عامل كده، السرعه لما تزيد السينك ريت بيزيد. احسن ريت بيبقى في المنطقه اللي هي بين الملامسه الاولانيه والملامسه الثانيه، ده بيبقى احسن ريت. يعني في الحاله بتاعتنا دي عند 105 اللي هي العلامه الصفراء اللي محطوطه لك، ال دي اللي هو اللاندنج سبيد، المفروض التاتش داون بتاعك يبقى عند العلامه الزرقاء دي، او انت نازل يعني يبقى عند العلامه الزرقاء دي اللي هو هنا، التاتش داون بتاعك بيبقى عند الحته الخضراء دي اللي هو اول ستوب. فهمنا كده هو ايه البولر؟ بالبلدي كده هو كل يعني السينك سبيد او سرعه النزول بتاعت كل سرعه افقيه. يعني هنا بالكيلو احيانا بتبقى العقده حسب الطياره معموله فيها. معظم الطيارات الشرعيه بتبقى معموله في اوروبا فبتبقى بالمتر، يعني بصيت تحت هنا تلاقي العداد ده بالمتر بيتقلي بنفس الطريقه، يعني كل لفه بتعمل من العداد الكبير ده بتعمل 1000 متر، وكل واحده من الصغيرين دول يعني هنا الصغير بيجي هنا بيبقى 1000 متر، ده بيبقى لفه كامله. لو ده في النص مثلا وده على 1000 يبقى 1500 وهكذا. والفاريومتر بنفس الطريقه اللي هو طبعا عادي يعني انتوا عارفين من فوق بنطلع فوق او بننزل تحت، هنا برضو بالمتر ثانيه. لو عايز تحول من متر ثانيه لقدم دقيقه هتضرب في 200، يعني لو هي واحد عند واحد هتبقى 200 قدم في الدقيقه، والعكس طبعا انت عايز تحول من قدم بالدقيقه لمتر ثانيه هتقسم على 2. نيجي بقى لحاجه مهمه جدا كده، احنا فهمنا البولر ده بيعمل ايه. طيب نقفل الكلام ده ونرجع. بص بقى، انت ممكن وانت هنا تبدا تظبط في شويه بارامتر كده، يعني قلنا الفاريو بارامتر. الاول قبل ما نكمل على ظبط البارامتر دي نشوف بقى ايه عداد التوتال انرجي. التوتال انرجي ده فيه شويه حاجات كده ديك مع بعض. اولا هو فاريومتر عادي في بيقرا باتنين نيدل، واحده الحالي اللي انت بتعمله حاليا، والثانيه الافريج اللي هو بيديك الافريج بتاع اللي انت كنت بتطلع ولا بتنزل في شو في الواحد ونص سكند اللي فاتوا. نت 2 ده اللي هو زي ما شفنا البولر اللي هو اللي احنا الجراف اللي احنا لسه شايفينه. نت 2 ده بالالكترونيك يعني بتقدر تطرح البرفورمانس بتاع الطياره، هو بيبقى عارف سرعه الطياره وبيقدر يطرح البرفورمانس اللي هو النزول بتاع الطياره، وبيديك النت بتاع الهواء اللي طالع جنبك. يعني بالبلدي كده لو في هواء طالع جنبك هو بيقول لك سرعته قد ايه، بالبلدي كده هو بيقول لك الثيرما اللي انت فيه ده او اللي جنبك هيطلعك قد ايه. التيتيود طبعا سهله، ارتفاعك اللي هو 30 متر، والترو اير سبيد اللي هو سرعتك بالكيلو في الساعه. خلاص، غير الابرتين بتوع الفاريومتر اللي هو واحد افريج الثانيه الفاريومتر الحقيقي. تمام، الفاريومتر بارامتر اللي احنا هنشوفها دلوقتي اللي احنا لو قلنا له سيلكت اللي هو ده الافريج بتاعك بيابديت كل قد ايه؟ كل واحد ونص سكند ماشي، او كل خمس عوده، او يعني الرينج بتاعه هنا كل خمس عوده بيابديت. والانتجريتور تايم اللي هو بيخلي دي تبقى زيرو بس مش كذا، زيرو واربعة، بيبقى كل 20 ثانيه، كل 20 ثانيه هو بيعمل انتجريتور. والكلام ده يعني مش ابليكابل اللي هم حاطينه، بس البيبر في البيبر اللي هو
ده على اليوتيوب تيم الزرار ده، هنسمع صوته ان شاء الله واحنا بنشوف الترامل، هتلاقي حاجه لو انت بتطلع فوق وانت بتنسى هتسمع الصوت ده جامد. واحيانا بتقضيها انت في اللاندنج مثلا او انت في توب، ده مش محتاج بس بعد كده بتعليها عشان تسمع صوت. هنشوف الكلام ده في الحلقه بتاعت الثيرمال وازاي نتعامل. النتو فلتر ل 1.5 سكند هو يعني بيفلتر الكلام ده من الافريج ال 1.5 سكند تمام. والنتو تايم اللي هو بيشوف الكلام ده كل 20 سكند بيشوف اللي حواليك، الهواء اللي حواليك بيعمل معاك ايه. تمام كده؟ كده فهمنا التوتال انرجي بيعمل ايه، والفاريو بارامتر بتعمل ايه، والبولر بيقول ايه. اتكلم بقى عن عداد مفيد جدا اللي هو اللي تحت ده. اهم حاجه في تراك جلايدر الوزن. هو هنا لما لك ثلاث حاجات في عداد واحد صغير محطوط في دايره 57 مللي اللي هي العداد الصغير. بص هو في اول حاجه عندنا الالتيميتر عادي خالص، لو انت جيت هنا بارو هتقدر تظبط البارومتر عادي خالص. مثلا دي هنا خليها مثلا 12 ودي خليها 7. لو جينا هنا قلت له انتر، انتر هتدوس على الزرار ده بالماوس قلت له كانسل هتلاقي بقت 10 14 بوينتس. عايز ترجعها مثلا 10 13 تيجي تقول له في دي رجعت 10 13 انتر بقت 10 13 خلاص هنبص. هنا خد بالك في اللي بيديك الفلايت ليفل بتاعنا 04 اللي هو 350 ادم افريج، لو اللي هو بريشر اوف تيوب بتاعنا لو مظبوط على الستاندر بريشر اللي هو 10 13 بوينت 3. طب احنا مش عايزين نعمل كده، عايزين البريشر العادي هو ده. حسبنا الارتفاع العادي دلوقتي هو حوالي 0 اقل من 10 ادم، ده الارتفاع عن سطح البحر الحالي. كده خلصنا من الالتيميتر. نبدا بقى في الراديو. الراديو لو انت دوست على دي هتحرك بين ال يعني الستاند باي والاكل. لو جيت هنا دوست على الشانل ممكن تغير من دي اللي هو الجزء بتاع الميجا هرتز، وهنا تغير الجزء بتاع الكيلو هرتز. لو دوست على انتر دي هتبقى في الستاند باي، لو دوست على انتر تاني هتلاقيها بقت في الاكتف. تمام ده كده بالنسبه للجزء بتاع الراديو. في بقى ترانسبوندر. لو مش عارفين ايه الترانسبوندر بصوا على الحلقه بتاعت الترانسبوندر هتلاقوها من اوائل الحلقات اللي انا عملتها، مفيده ومهمه. هتغير هنا هتغير الديجيت اللي انت بتشتغل فيه، وهنا هتغير القيمه بتاعته. يعني لا يرجع كده يعني ده 3 ودي مثلا 4 وهنا 1 4351 اوكي. هنقول انتر بقت 4351 في الترانسبوندر. احيانا في الترانسبوندر بيقول لك ايدنت، هتدوس على الترانسبوندر بتقول له ايدنت، فهو هيايدنت عند هينور عند الكنترول. المود بتاع الترانسبوندر يا اما بيقرا ستاند باي يعني مش قاري، او قاري التيتيود اللي هو مود شارلي في الترانسبوندر، او ستاند باي اللي هو مش مود الفا. ستاند باي هيبقى مش شايفه، ما فيش مود الفا هنا يعني. مود الفا ده بيبقى شايفك بس مش شايف الالتيتيود. لو انت عايز تقرا في اف ار هيروح عامل على طول 1000 تعمل كده ترجع تاني للشاشه الرئيسيه يعني بتاعه الاي سي او الاير كنترول ديسبلاي 57. هو دي فيوزات ماشي. الاف لار اللي هو زي التكاس في الكهرباء العاديه. الفرق بينه وبين التكاس ان ده لو حطينا تكاس عادي كهرباء الشرائح بتبقى عاده جنب بعضها كلهم بيلفوا نفس الترمال قريبين من بعض قوي، فالتكاس مش هيبطل يصوت. الاف لار معمول حساب الحكايه دي، فيعني ايه لو فعلا في حاجه في كوليجن كورس او في تصادم قرب يحصل او انك قربت من الارض ده بينبهك. ده بالنسبه للاف نار بتاع الكهرباء، وفي نفس الوقت بيبقى باين عند الكنترولر انت فين. تمام؟ بالنسبه للمفتاح ده انت بتغير منه الشاشات لحد ما توصل لشاشه الجي بي اس. طبعا شاشه الجي بي اس بتبقى موفي ماب ديسبلاي عادي خالص، انت من هنا تقدر ان انت تقلل وتكبر المسافه. اللي انا مش عارفه بقى مش قادر اوصل له اس فين دول. حد فيكم عارف يبقى يقول لي في التعليقات لان انا مش عارف صح. الديستنت والبيرنج هنا الشاشه اللي بعديها تقول لك ايه اقرب مطار ليك. لو قلنا مثلا ده وقلنا له جو تو فهيقول لك الديستنس 99.9 كيلو 109. الشاشه اللي بعديها موقعك الساعه كام دلوقتي يزوره طبعا التاريخ موقعك انه ايست. لو حد منكم عارف يقرا الكلام ده يقول لي انا فعلا المطار مستنيكم في التعليقات. الالتيتيود والفلايت ليفل عرفت على الالتيتيود والفلايت ليفل تقريبا 30 متر، الهايت 3 متر من الارض،
السانشاين والسان رايز والسان سيت، الغروب يعني شروق الساعة كام وغروب الساعة كام، الكلام ده مهم جدا في الشراء. وفي نفس الوقت هيديك ستوب ووتش. أنا وأنت عايز ستوب ووتش، نألف بقى صفحات الكلام يعني إيه كولر، الاير انديكيتور اللي هو ده بيقول لك الافريج فاليو. لو انت عايز تغير بقى دي هتبقى مثلا عايز مثلا تبقى هنا عايزها الفاليو ولا ايه الحاجات دي يعني، مثلا دي مثلا بدل ترو اير سبيد لو قلنا اديت هيقول لك عايزها ايه، عايزها مثلا نتو ولا الافريج فاليو ولا وهكذا. طبعا الكلام ده كاستمايزبل بكده، فاحنا هنسيبه على الديفولت عشان ما نقعدش. طبعا ده اللي هو تاريخ بقى السوفت وير محطوط فيه ايه والكلام ده. اباوت سيلكت اللي هو تاريخ السوفت وير والفيرجن والحاجات دي كلها. كنسل. لو رجعنا بقى كيو ان اتش عند ريسيت وقلنا له سيلكت، مجرد تحتها هنسلكت الكيو ان اتش عادي خالص يعني الطريقه العاديه. ماشي. سيفتي التيتيود اللي هو السيفتي التيتيود اللي انت لو نزلت عنه ما تحاولش انك تعمل، هتبدا بقى تشوف مطار يعني وتنزل. اوكي. ونرجع بقى دي فيها ال 10 كيلو ده تقريبا يعني، او يعني هو 20 كيلو بيبقى احسن حاجه ان احنا نتحرك فيها. نرجع تاني للاير سبيد انديكيتور. بص الجزء الاخضر ده هتاخد بالك ان هو بيبدا من هنا ويبدا يلف ويعدي الحته دي ويكمل، يعني هو بيبدا من هنا كده الجزء الابيض ده، دي الجزء بتاع الستور سبيد. ولو انت كملت من هنا كده اللي هو الجزء الاخضر اللي انت ممكن تطير فيه ده، دي النيفر اكسيد سبيد او المانوفر سبيد. ممكن تخش هنا ما تستعملش مانوفر جامده ودي النيفر اكسيد سبيد. ممكن طبعا تلاقي نفسك غلطت الكلام ده لو انت في دايف او اكتر من كده كمان. طبعا عشان تطلع من الدايف لازم تطلع منها بالراحه عشان ما تعملش اوفر ستريس على الـ على الجلايد. هنا العجل بيلم ف وفي طبعا لاندنج جير اب ولاندنج جير داون، مش كل الجلايدرز فيها بس يعني مهم انك تاخد بالك ما تنزلش العجل. طبعا عارفين البوست الموضوع سهل اللي هي دي. اشكركم جدا على اهتمامكم بالحلقه، واتمنى ان انا اكون قلت لكم معلومات مفيده، واشوفكم في الحلقه الجايه.